متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في الأردن، صباح الخير. نبدأ معكم هذه النشرة الجوية الخاصة باستعراض الحالة الطقس المتوقعة نهار هذا اليوم في العاصمة عمان وفي عموم المدن الأردنية بمشيئة الله. نبدأ معكم بالتوقعات الخاصة بالعاصمة عمان. 3 درجات مئوية هي العظمى المتوقعة فحسب في العاصمة عمان، ربما حتى تكون أقل من ذلك في مرتفعات العاصمة عمان في المناطق المرتفعة منها. كذلك راح نلاحظ معكم درجة الحرارة الملموسة بحدود 2 مئويتين تحت الصفر بفعل نشاط الرياح المعتدل، لكنه أقل من نشاط يوم الأمس. نلاحظ معكم الأجواء غائمة جزئيا في العاصمة عمان، ضبابية على بعض الفترات الأخرى، لكن نلاحظ معكم احتمالية لهطول زخات من الأمطار، تكون هذه الزخات من الأمطار متجمدة أو على هيئة ثلوج خفيفة ذائبة في العديد من مناطق العاصمة لا سيما المرتفعة منها. ننتقل معكم الآن لاستعراض التوقعات الخاصة في عموم مناطق المملكة. نبدأ معكم في شمال المملكة في منطقة إربد، 6 درجات هي الدرجة العظمى تقريبا أو 8 درجات مئوية. منطقة عجلون بحدود 4 درجات، أقل من ذلك في مرتفعات عجلون العالية التي تزيد ارتفاعها عن 1000 و1200 متر عن سطح البحر. نلاحظ معكم احتمالية لتساقط أمطار مخلوطة بالثلوج أو حتى ما يسمى بأمطار متجمدة أو ثلوج ذائبة لكنها خفيفة إجمالا وغير مؤثرة. مثلا منطقة المفرق 5 درجات مئوية هي درجة الحرارة العظمى. نلاحظ معكم درجات الحرارة الصغرى ليلة الأحد على الاثنين هي منخفضة للغاية لما دون حاجز الصفر المئة، ونتيجة بدء تأثر المملكة بالكتلة الهوائية قطبية المنشأ شديدة البرودة بعيدا عن المنخفض الجوي الذي أثر خلال اليومين الماضيين. ننتقل معكم لتوقعات المنطقة الوسطى. نرى معكم مثلا جميع المناطق هي مرشحة لاستقبال بعض الزخات الثلجية الخفيفة غير المؤثرة أو الثلوج الذائبة أو أمطار متجمدة. نلاحظ معكم العظمى في العاصمة عمان فقط 3 درجات مئوية، مدينة مادة 4 درجات مئوية، منطقة البحر الميت العظمى بحدود 14 درجة مئوية مع احتمال لهطول زخات أمطار خفيفة. منطقة الزرقاء بحدود 6 درجات مئوية العظمى. أيضا المنطقة الوسطى درجات حارة الصغرى ليلة الأحد على الاثنين هي ما دون الصفر المئوي، وقعت بأن يتشكل الانجماد على الطرقات بدءا من ساعات الليلة القادمة المتأخرة وفور انقشاع الغطاء السحابي. نلاحظ معكم توقعات المنطقة الجنوبية، أيضا هي عرضة لأن تستقبل بعض الزخات الثلجية. تكون هذه الزخات في المنطقة الجنوبية متراكمة بمشيئة الله نظرا لخصوصية الجبال في هذه المناطق التي ترتفع أكثر من 1200 أو أكثر من 1300 متر عن سطح البحر. نخص بالذكر مرتفعات منطقة أو محافظة الكرة، كذلك حال مرتفعات الطفيلة والشراء. كذلك الحال نلاحظ معكم درجات الحرارة تقريبا بحدود 4 إلى 5 درجات مئوية في مراكز المدن الرئيسية المحافظات الرئيسية، لكنها تكون حول حاجز الصفر المئوي في مرتفعات هذه المناطق. مثلا منطقة معان العظمى المتوقعة في مدينة معان هي فقط بحدود 7 درجات مئوية. مدينة العقبة أجواء مستقرة لكنها مائلة للبرودة مع عظمى تقريبا حول حاجز 15 درجة مئوية. المنطقة الشرقية ترزخ تحت وطأة البرد الشديد اعتبارا من ساعات ليلة الأحد الأولى أحد على الاثنين، توقعات بأن تتدنى إلى حدود 5 درجات مئوية تحت الصفر. درجات الحرارة الصغرى السطحية في هذه المناطق تكون حتى أقل من ذلك في مناطق مختارة في المنطقة الشرقية. حتى الليلة التي تليها متوقع أن تتدنى درجات الحرارة بشكل إضافي وكبير وغير مسبوق في هذه المناطق، لكن مع توقعات بهطول زخات خفيفة من الأمطار تكون عليها ثلوج خفيفة في المناطق المرتفعة في المنطقة الشرقية. كان كل ذلك حتى اللحظة. إلى اللقاء.